استقبلت المدارس الحكومية المزيد من ردود الفعل الإيجابية على قرار وزارة التربية والتعليم بإعادة جدولة اليوم الدراسي ومواعيد انتظار الحافلات، والذي ساهم في تطوير خدمة المواصلات التي توفرها الوزارة. كما ساهم هذا القرار في إيصال الطلبة من وإلى مناطق سكنهم بصورة أكثر سرعة وتنظيما، فضلا عن المساهمة في تخفيف الازدحام المروري بشكل عام. هذا ورصدت المدارس اليوم، وهو اليوم الثاني من تطبيق قرار الوزارة، انطباعات العديد من الطلبة وولياء أمورهم، والذين أجمعوا على أن تغيير مواعيد انطلاق الحافلات صباحا وظهرا مع تغيير مواعيد انصراف بعض المراحل الدراسية قد وفر مرونة أكبر في عملية نقل جميع الطلبة المسجلين في خدمة المواصلات المدرسية قبل أوقات الذروة والازدحام، مشيدين بتفاعل الوزارة واهتمامها برصد الملاحظات ومعالجتها على وجه السرعة. طبعا فيما يخص آلية الانصراف لطلاب المرحلة الابتدائية الآن، هي آلية إن شاء الله تكون ناجحة ومؤثرة بالإيجاب إلى جميع الأطراف، المعلمين، الطلاب، أولياء الأمور وإدارات المدارس، وإن شاء الله نأمل أن تكون نواتجها المؤثرة في زيادة الإنتاج أبرز وأبرز في الأيام القادمة. قبل ما نقدر حتى نمشي، الزحمة فل، نجي من وقت قبل بساعة بس عشان نحصل باركينج. الحين واجد أفضل وأحسن، والتنظيم أحسن، والمدرسين متعاونين ما شاء الله ويانا، يعني حتى يطلعون الطلاب من على الباب يوصلونهم حقنا. الحمد لله، مثل ما نشوف يعني أن الحركة المرورية من أفضل ما تكون يعني، ولعب دور كبير في نفسية الطلاب أو لا الأمور، حتى أن الحمد لله الازدحامات بلات شوي نوعا ما تخف، لدرجة أن حتى اللي في الأشغال ما يستصعبون موضوع التأخير على طلابهم وعلى عيالهم. الهدف هاي بعد الصراحة صار وايد شيء حلو. ما قبل كنت أروح أخذهم أنا من المدرسة أو أنتظرها من المدرسة، وأروح أخذ بعد ولدي نفس الشيء، يعني أطلع من هذه وسيدة أروح حق الثاني بسرعة. بس الحين في شانس وايد يعني عن الزحمة وعن النطة حق كل واحد، والواحد ما يتأخر عن المدرسة.